يعيش الفلسطينيون مشاهدين الكرام في قطاع غزة على أنقاض منازلهم التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة لمدة 54 يوما. نعم، وفي ظل الدمار الواسع في غزة، أهالي جنين بقوا في منازلهم لما تحمله من ذكريات لهم ولأطفالهم رغم تهديد الاحتلال الإسرائيلي لهم. للمزيد في سياق هذا التقرير، الهدنة ترفع الغطاء عن أبشع جرائم الكيان الصهيوني المحتل لينكشف المشهد على غزة الجريحة لتبدو كأنها لم تغنى أبدا، والغزاويون يعيشون بالتمسك بالأمل من خلال هدنة مؤقتة. محسريان الهدنة أرجل الغزاويين تسحب خطاها عائدة وقلوبهم تعتصر وجعا لتفقد بيوت باتت ركاما. خرجوا متفقدين محصين الأضرار التي لحقت بأحيائهم بعد 54 يوما من الحرب التي شنها على قطاع غزة كيان صهيوني مغتصب. جيت اخذ اشي جاي علي شتا لبناتي، مش لاقيه ولا حاجه البسهم، سقعه. تشردنا والحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. رحت ما لقيتش ولا حاجه في داري، الحمد لله. عقارب الساعه تمر وبمرورها تتسارع نبضات قلوب الغزاويين مترقبين اهالي غزه موعد نهايه الهدنه المؤقته مع مرور المشاهد المكررة المؤلمة أمام أعينهم لحرب تجرد فيها الاحتلال الإسرائيلي عن كل قيم الإنسانية. أما في جنين، الأهالي يبحثون بين الركام عن ذكرى لم الشمل العائلة وكيفية الاستقرار وسط الدمار الهائل الذي تسبب به الكيان الصهيوني. وما زال علينا الساعة 5 الصبح صارت أخوة الدار هون، وفي شاب من المجاهدين دخل من الداخل الثاني، طبعا شفناه لما دخل الشاب من هون لمحنا مثل دبي نزل، وصارت أخوة الدار علينا المصير في فلسطين المحتلة يتأرجح ما بين تمديد للهدنة وبين القلق والانتظار لمأساة جديدة. هكذا يتشكل الواقع المعقد الذي يعيشه الفلسطينيون.